لو سابها لعبد الرشيد. تاني على طول تغيير اتجاه اللعب. ادي عمر السومة استلام بدوران، فرصة ثلاثة على ثلاثة ويصوب مش مهول. صاروخ السومة يعود من جديد، صاروخ واي صاروخ، روعة واي روعة، اي ثقة في النفس يا ولد، اي ابداع يا ولد، اي قوة يا ولد، اي اصرار يا ولد. الهدف الثاني للنادي العربي باقدام عمر السومة، اضاع في الشوط الاول هدف والمرمى خالي تماما، ارتطمت في القائم. قلت لحضراتكم لن يتأثر، فهو لاعب كبير، سجل هدف التعادل والآن يأتي بهدف النقاط الثلاثة، هدف الفوز، انطلاق واختراق بعد ما فتح شوارع وأنفاق. نعم فتح شوارع وأنفاق، عدنا ومر وفات. نعم معدن المساعدين لي قال لك لا، نعم بيدي لا بيد عمر قادر على التهديف. يا لطيف عملها عمر السومة ويسجل الهدف الثاني، هدف بثلاث نقاط. قد يكون أي هدف وأي تصويبة لا يزن ولا غير يزن يقدر عليها، لا يزن ولا غير يزن. صاروخ ماركة عمر السومة. نجم الإسرائيل الذي بدأ يحضن الرقابة من جانب عناصر الشمال، كرة تلعب في أقصى اليسار، إهلال في محاولة، يعني كرة يسومة أعرفها زين هذه كراته، هذه لعباته، هذه أهدافه. لمساكري ومكانة أيضا سبيان بوفال، هذا يوسف حلوة وصلت خطرة. التعادل هنا لدينا الكنتارة. الله إذا ما أردت أن ترى الأهداف الجميلة، إذا ما أردت أن ترى الدراما السورية، هذا السوم عربجي، هذا السوم عربجي. أهداف، كرات، طرق، نعم كرات، كل شيء فيك يا سوما. عربجي يضعها بالطريقة المثالية، هي هكذا، هي دراما السوما. إنتاج عمر السوما هذا الهدف. الله رافينيا هذه على الطاير، ولا الكرة مركونة، ولا الكرة مقوسة، ولا الكرة المضمونة. عربي حلو، سوما جميل، يا عيني على هلال كعب رجل. يا سلام على السومة،
يا سلام على السومة وعظمة السومة وكعب رجل السومة المساكني يا جماله يا جماله. النمس عدى عمر إلى عمر إلى عمر إلى عمر، إنه عمر، عمر يضرب، عمر يضرب وبقدم من حديد وبيد من حديد، ويعود ويعيد العربي إلى المباراة من جديد. نعم عمر السومة يوسف المساكني، جاء التواصل فجاءت العظمة على عظمة على عظمة على عظمة. إنه الهداف الكبير، إنه الأسطورة السورية، أسطورة سورية في الملاعب العربية. يتقدم عمر السومة ويسجل النجم الكبير هدفه رقم 14 ليصبح هدافا للدوري القطري باختراق وانطلاق وبرجله الشمال تصويب تصويبة تحتضن الشباك رغم الضغط القوي من المدافع خليل زادة، ولكن المهارة عنده كانت زيادة. يتقدم عمر السومة بالهدف الثاني وتصبح النتيجة 2-2. تيكت ايزي تيكت ايزي، عاد العربي يا عزيزي، عاد العربي بقيمته بهبته بمكانته، عاد العربي لينافس على القمة من جديد. العميد ضرب بيد من حديد وابدا بأن يبقى مرفوع الرأس حتى وإن غابت طويلا. عودة تاني من جديد، يا سلام يا رافينيا، معقولة الثالث، معقولة الثالث، معقولة الثالث، ومعقولة يا رافينيا، لا 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 لا. ما هذا السوم العجيب، ما هذا السوم الحبيب، أول وآخر زعيم، الزعيم نادي السد، جاء زعيم آخر هو النادي العربي في انتفاضة غابت 30 سنة ليعود النادي العربي بطلا لأغلى الكوس. بالثلاثة يحسموها، بالثلاثة يعملوها، بالثلاثة يخلصوها، لم يكن هناك تسلل. ما هذا يا رافينيا، ماذا يفعل رافينيا؟ والسوم وادي السومة وعظمة السومة وقيمة السومة وروعة السومة يحوم كالفراشة ويلدغ كالنحلة، لدغة وأي لدغة، يا لدغاته يا مهاراته يا تصويباته. نعم 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 نعم، نهائي استثنائي على ملعب لكأس العالم استثنائي بحضرة رئيس الاتحاد الدولي إنفنتينو برعاية سمو الأمير. نعم حضرة أصحاب السمو والمعالي نادي العربي. انتصر عليهم في 11 تعادل 2 وخسر 9 لمساكني لمساكني لمساكني. الله، من هو قادر على إيقافهم؟ إنهم سيزورون كل شباك الخصوم. هكذا يتحدث السمام ولمساكني في غد الليلة. الله الله على الهدف الذي يسجل على الانطلاقة وعلى لاعب نجم كبير ابن الخضراء قائد سور قرطاج. لم يكن علنيا، من حريف لحريف، من كبير لكبير، عطاها للسومة، قدمها هدية للسومة وقال له أنت هداف كبير ولا بد اليوم أن تسجل ليس هدفا واحدا يا سومة ولا اثنين، وبالتالي هدف يسجل في هذه اللحظات هو الهدف. يبحث عن المساكن يوسف لعبد العزيز الأنصاري لعمر السومة السومة السومة. الله، الملاحقون جميعهم ينتظرون سقوطهم لكنه يجيب. الصفحات الأولى ستبقى لنا والصفحات الأخيرة ستبقى لنا. العودة جزء من الشعار العربي، العودة جزء من الشعار لفرقة الأحلام عن طريق السومة. أبو خطاب ينجح في هذه اللحظات أن يسجل هدف المباراة الثانية. هذه التمريرة، هذه النقلة، وهذا السومة، هذه السومة اللي وصلت لهذه الكرة، ومعناتها مدام وصلت للسومة محسومة محسومة يا سومة. واحد من الأهداف التي بكل تأكيد لا يمكن أن ننسى من خلالها اللمسة الساحرة قبل ذلك لعبد العزيز الأنصاري الذي هيأكم من النادي الأهلي
شايفين مين الباك الشمال مكان فاضي تماما فاضي تماما. وادي العرضية يا ولد يا ولد عملها السوم عملها عمر السومة عملها وكلمته قالها خلصها بعد ما درسها وفحصها. عمر السومة واحد من أهم مواليد منطقة الجزاء يسجل هدف التعادل للنادي العربي. الشوط الأول عدى ومر وفات والقائم أخرج له لسانه وقال له عفوا الهدف المطلوب خارج نطاق الخدمة. في الشوط الثاني بعد تقدم جميل كسبه من خلال المساحة اللي خرج منها الباك الشمال المصاب إسلام الشريف عملها بالعرض روعة 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 روعة. وعمر السومة بيقابلها حسب الميعاد وبيسجل أول أهداف النادي العربي وهدف التعادل. إبراهيم ناصر كلا أحد تبديلات يونس علي. برافو يونس علي. الشوط الثاني عدل من التشكيل عدل من وضع تصل إلى مارك مارتينيز الإسباني يلعب كرة أمامية الآن. خطيرة المحاولة وهو سلام 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 هذا السومة وهذه علومة. الهدف الأول للعقيد الهدف الأول لفرقة الأحلام يقود من خلالها أحلام الصدارة يسجل عمر السومة. لكن هذه الكرة شوف التمرير يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الأمور مثالية إلى حد هذه اللحظة. في المرمى في المرمى في المرمى لا 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 يضرب عمر يسجل عمر أول أهداف عمر والسلام والتحية بعد ذلك أو قبل ذلك ليوسف المساكني بعد تمريرة في غاية الروعة في غاية الجمال وضعت السوم. والعربي إلى الدور نصف النهائي كرة محاولة تعود من جديد تسديدة وصلت إلى عمر السومة عمر السادس. إلى عمر السومة الذي يسجل وينهي الأمور. هي منتهية من فترة لكن يضيف إلى سجله التهديفي هدف آخر. نعم هدف آخر يضاف إلى سجلات عمر في هذا الموسم. المباراة النهائية انتظرنا يا سعيد فنحن قادمون. وإن كان هنالك جدل على زعامة الكرة القطرية سيحسم يوم 12 كرة من أجل الخامس شخصيا هذا الموسم في شباك السهلية والخامس في مباراة اليوم. عرباوية جميلة جدا جملة في غاية الروعة أحد أجمل جمل الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس. تصل عن طريق إبراهيم إلى رافينيا إلى عمر وعمر في المرمى يسجل الهدف الخامس للنادي العربي هنا في هذا اللقاء وفي الدور نصف النهائي ليضع العربي في المباراة النهائية أمام الريان والسد على حساب المرخية واليوم الشحانية. وإلى الآن العربي وفرصة للثالث لا 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 خلص العقيد ختم عليها عمر وأراح جماهير النادي العربي الآن بالهدف الثالث. عرباوية إذن عن طريق عمر السومة. لكن شوف العمل الكبير من عبد الله معرفي ورامي السيل وعبد الله بعد ذلك. لكن أيضا أبا بكر يتصدى لتعود لعمر السومة الذي يضع الكرة في المرمى ويعلن عن ثالث الأهداف والوصول إلى المرحلة القادمة وإلى الدور القادم.
فاز بها مع النادي العربي كان ماجد الصايغ، هو قائد النادي العربي في ذلك التوقيت، وهو من حمل البطولة. الآن فرصة لإنهاء الأمور، فرصة لإنهاء الأمور. نعم خلاص، بأقدام العقيد عمر السومة يختم على هذه المواجهة بالهدف الثاني. يسجل عمر في الكاس بعد ما سجل في الدوري في مرمى نادي الشمال، ويعطي الأمان للنادي العربي وبطاقة العبور والتأهل إلى الدور القادم. بانتظاري معرفة، شوف كرة أحمد فتحي، شوف اللقطة، لا أعتقد فيها بوجود التسلل، لذلك أذهب مع صحة قرار الحكم ناصر الدوس، مع صحة المساعد الثاني ناصر الدوس، ومر عمر السومة ويضع الكرة في المرمى ويسجل ثاني الأهداف للنادي العربي في شباك الحارس بابكر تشيك. هدف ثاني عرباوي الآن، هدف ثاني للنادي العربي عن طريق عمر السومة، الرجل الذي ينافس على صدارة. ايش الحل في هذه المباراة؟ لانه في متسع من الوقت، لكن اذا هدى، اذا اتى الى اتى 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 الهاتريك يا سومة، الهاتريك يا سومة، عمر السومة يسجل اول هاتريك في دورينا امام الريان. هي ليلة عمر، هو يوم العربي، العربي العربي العربي. نعم نعم نعم، انظر إلى هذه الكرة، لم يكن متسللا هنا. هل كان عمر، هل كان السومة في موقف متسلل أم لا؟ هل كان في موقف متسلل أم لا؟ لكن هو ثالث الأهداف، هو ثالث الأهداف. سعود أحمد لم يرفع الراية، وهنا يوسف المساكني في الجهة اليمنى عن طريق كلة إلى فتحي، فتحي فتحي فتحي، هي 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 هي، كرتهم حلوة، عملهم حلو، يقدمون أحلاما جميلة جميلة جميلة. العربوية، العربوية، هي 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 هي، يسجلون أول الأهداف بعمل جماعي. حاولوا في مرات ماضية، حاولوا في كرات سابقة، كنت أتحدث عن السومة، السومة السومة السومة، يترجم كل الأمور. العقيد سجل، العقيد سجل، شوف هذه كرة العربي، هنا وصلت، هنا تحولت، هنا راح مريسي للسومة، مريسي للسومة، يتدرجون. نعم نعم، اوه يا السومة، السومة كلاكيت ثاني مرة، 11 هدف، 11 هدف، وعمر السومة يتقدم للعربي ويصبح هدافا للدوري. نعم عمر السومة هداف الدوري السعودي مرات ومرات ومرات، هداف الدوري الكويتي مع القادسية مرات، هداف الدوري حاليا مع النادي العربي هنا في الدوري القطري، ويرفع رصيده للهدف رقم 11 وثاني أهداف العربي قبل نهاية الشوط الأول. حول الخسارة إلى تعادل ثم إلى انتصار. نعم العربي يتقدم بالهدف الثاني، ليس هناك تسلل. أوه هل أثر على اللعبة ولا لا؟ بالعكس، ده هو تفاداها، ده هو تفاداها. نعم بالفعل، نعم عبد الله المريسي تفاداها. هل أثر على اللعبة؟ هل تداخل؟ هل شارك؟ هل حصل على فائدة؟ هل أثر على المنافس؟ هل وهل وهل وهل؟ السومة يسجل، الحكم المساعد يقول العب. تاريخ النادي العربي وإمكانياته التاريخية الحقيقة عظيمة كنادي للقرن هنا في قطر، فده عمل عظيم وتاريخ جميل. وادي المساكني، ولد ولد.
لكن اوفسايد ولا ايه؟ جول 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 يوسف. نعم عمل عملها يوسف المسكني وصدق عليها عمر السومة. من المسكني الى عمر السومة مع خالص تحياتي. وحارس المرمى كلود امين يهدي هدية لعمر السومة بعد التصدي لكرة المسكني، ولكن السومة بالمتابعة ولم يكن متسللا كذا قال الجمعة بورشيد. ادي المسكني وجد الفرصة وادي التصويبة، مفيش اوفسايد ابدا ابدا يا ولد يا ولد يا ولد. هدف جميل 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 جميل. مسكني فتح لنفسه زاوية تصويب، اشتغل بعرض الملعب فتح زوايا التصويب وبالفعل يصوب، ولكن كلود امين يتصدى. حلوة 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 والله العربي، حلو العربي جميل. رافينيا وحامد اسماعيل اخوان، رافينيا وحامد اسماعيل. الله، هي ليلة العقيد، هي ليلة عمر، هي ليلة السومة. الكرة في الجهة اليمنى، عرضية مثالية على راسه، على راسه، يسجلون الهدف الثاني بأسلوب غاية في الجمال. انظر إلى هذا التفاهم، إلى هذا النغم، إلى هذه العرضية الأولى. بعد ذلك هنا تحدث التوامة، 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 ما فيها شيء. وصلاة على راسه، على راسه، على راسه، اللي مخلي العربي، اللي مخلي العربي على راسه. نادي السلية وخروج للريان والغرافة والوكرة والدحيل من أندية هبطت للدرجة الثانية وأندية موجودة في الدرجة الثانية. وادي العرضية، حامد إسماعيل، يا سلام يا حامد، يا حامد يا حامد يا حامد يا حامد. نعم 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 نعم، إنه السوم العجيب. ما هذا السوم العجيب؟ بيب بيب بيب، يا عظمة السوم العجيب. هدف انتظروه طويلا، بطولة انتظروها طويلا، 30 سنة، 30 سنة خدمة انتظار. قد يأتي الفرج ويسجل عمر السومة. ما هذا السومة العجيب العجيب. نعم نعم، يا السومة بيك بنغني، يا السومة بيك بنغني، ويا سومة بيك نتغنى. يا الله 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 الله، الله. عمر من أجل استعادة في تاريخ عمر قوله. هذا السومة.